لو الحكاية فيها إن فيتو ده طبعا ده غير لا انا الكفاح بحبها جدا يعني. المهم بقى انا من حسن حظي ان اللي اختبرني فيديكوتي. اه طبعا فيديكوتي الحقيقه هو بعد الكابتن عمرو بن مجد، هو الكابتن عمرو نمره واحد فيديكوتي رقم اثنين، لان الكابتن عمرو كان خايف انه ما يختارنيش. كان ساعتها في اكرامي، ثابت، احمد ناجي، عادل عبد المنعم، ابراهيم عزت، دول كلهم كانوا موجودين، ومحسن علي كمان كان الثالث بعد اكرامي وثابت، كان محسن علي قبل الكابتن ناجي ولا احمد ناجي؟ اكرامي، ثابت، محسن علي، اخو حسن علي اللي راح اسكو بعد كده، احمد ناجي، عادل عبد المنعم، ابراهيم عزت، كل دول كانوا بيتمرنوا فريق اول على فكره. فالفريق ما كانش محتاج يعني. فكابتن عمرو كان عايزني ابقى موجود في الفريق ومش عايز يفرط فيا، بس كان طبعا مستني القرار من فوق يعني. فديكوتي بعد ما اختبروني كان هيديكوتي، الله يرحم الجميع بقى، هيديكوتي، فؤاد شعبان، كابتن عوضين، كابتن فتحي نصير، وكان ربنا يديله الصحه طبعا كابتن عصام عبد المنعم. فهيديكوتي ما فيش كام كوره قال لي تعالى انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي احمد شوبير، قال لي لا شوبير شوبير شوبير، قلت له زي ما انت عايز زي ديكوتي. فجاء بقى عم عبد الله يرحمه كان بره، وانا فاكر كويس قوي كان قاعد الله يرحمه كابتن علي زيبر. فطلع الكوتش قال لي تعالى، راح لعم عبد البقال، فهم اول مره بقى يعرفوا ان انا بلعب في زيت طنطا، كل ده جاي حارستك في الاختبار. قال لي انت في نادي، بس الكوتش ابن جنيه يعني، قال لي انت بتلعب في نادي، قلت له انا بلعب في نادي زيت طنطا، قال لي اه ده منظر واحد بيلعب في نادي، ما معناه ايه؟ فجاب عم عبد البقال الله يرحمه قال له انت بكره انزل هات استلم شوف ايش قال له استغنى ايه ده عيل، قال له انت بكره هتستغنى، انت اديله 10 جنيه دلوقتي كمان. انا قعدت كل ده ما باخدش فلوس. بيتكلم عربي كده. بيتكلم عربي كده زي ما انا بقول لك كده بالظبط يعني. فكابتن علي زهر الله يرحمه قال لهم، قال لي كده اللهم صل على النبي، طب منين يا ابني؟ قلت له من طنطا، قال لي لا اجداد يا بدر. وبعدين بص كده كان ورانا جمهور، قال لهم الواد ده هيبقى جول مصر، والواد ده هيبقى جول الاهلي. حاجات طبعا كل ده بيمر عليك غير مش انت مش مصدق طبعا. علي زيور، ايدي بوتي، عبد البقال، حاجات حاجات كنت بتفرج عليها كل ده في ايه؟ بس ما جاتليش. لا ده كل ده خد شهر. خد شهر. انا الشهر الاولاني ده كان صعب. نمت مره في ترابيزه على ترابيزه البينج بونج في النادي اللي ما كانش فيه مكان بنام فيه، فنمنا عليها يومين، وبعدين حن علينا عم عبد البقال ادانا قرشين كده، فروحنا فندق في العتبه، فكان في مجموعه من الهنود السيخ بجد مش بهزار، فخفنا جدا منهم. كنا في الدور الخامس، بقينا هنرمي نفسنا، حطينا السراير والبتاع ورا الباب واستنينا لحد ما النور نور واحنا جايين. وبعدين بصراحه كابتن عمرو ده اتدخل، فبقينا نبات في الصراحه كان مع النادي بس على شرح، كان معايا اربعه من طنطا ولا واحد من مقاييس رمضان، كان معايا وكان مجموعه ثانيه من طنطا محدش فيهم معروف يعني. بس الحقيقه بقى كان بنبات بس بحيث ان احنا قبل 8 الصبح لازم نقوم، ما ينفعش نبقى موجودين يعني، اول ما يجوا العمال بتوع النادي لازم نكون قايمين يعني. فكان ساعتها بننام الساعه 10 ولا حاجه، فده كان بالنسبه لنا اكتر. كنا بقى بنخد ميزه بقى تقوم تصلي في الجامع بتاع النادي فالارتباط بقى مش طبيعي يعني. شوف انت الخلفيه عامله ازاي، الارتباط بقى مش طبيعي. المشكله بقى بدات انت لما بدات يعني ايه تتمرن. انا قاعد في النادي طبعا اهملت الدراسه جدا جدا جدا، محتاج اسقط في الثانويه العامه ساعتها بمنتهى الوضوح يعني، ما بحبش اجمل اصلا، بحب اقول الحقيقه. لا اختبرت ده ولا فاهملت الدراسه جدا في الثانويه، وده عمل لي مشاكل مع ابويا. بس الميزه ان انت حطيت بقى حاجه على اساس بقيت اتمرن مع فريق 13 و15 و17 و19 و21 وديكوتي خدني فريق كل السنه الاولى كمان. عشان كده الناس قالوا عليا ايوب، لان انا من ساعه ما دخلت النادي بتمرن فريق اول، ساعه ما دخلت الراجل كان مقتنع بيا اقتناع مش طبيعي ديكوتي يعني. وكانوا بقى يعني وصلت بقيت مسار سخريه في التمرين من الحراس يعني الكبار، ايه اللي لابس صغير ده؟ ايه سنه يعني. الحمد لله كنت بطور بقى من نفسي وبعلم نفسي لحظات الانبهار واحد بقى. بعد كده بقت لحظات اثبات الذات يعني، الانبهار بقى باكرامي وثابت والنادي الاهلي والخطيب والناس دي كلها، اللحظات دي خدت معايا شويه. بعدين عشرتهم يا كابتن؟ لا قصدي يعني الصوره اللي انت كنت راسمها
الناس دي غيرت يعني مثلا انا اقول لحضرتك ليه انا مثلا انت حضرتك عارف في المدرج بالنسبه لي كابتن شوبير واشوف اللعيبه دول لما احتكيت باللعيبه بقيت حاجه ثانيه خالص غير اللي انا راسين حضرتك فاهم قصدي؟ هقول لك من جهه الامانه يعني في ناس لقيتهم بساط جدا ايوه بالظبط في ناس ثانيه يعني مثلا لقيت واحد زي مختار مختار ده بيموت عشان يخدمه لحد دلوقتي بص بينتحر عشان يخدمه عمل جه معايا من كفر الشيخ يعني هم لا عمل جابوني بالسجن من كفر الشيخ وزقوني وهم راجعين جابوني كان فريق مرتجي وكمان بيه حافظ الله يرحمه فارتبطت بعامر قوي ربيع انا اللي قدمته للكابتن حسن حمدي وللناس وكده لكن كبار الحقيقه يعني في واحد ما كنتش بحبه اللي هو ثابت البطل بس هو صاحب اكبر فضل عليا بوضوح شديد جدا ثابت علمني كتير جدا 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 في اساسيات حراسه المرمى فرق جدا معايا بس ثابت كان عنيف يعني فما تعرفش تقرب منه بس لما بقى بعد سنوات طويله جدا من شد وجذب و و و ختام حياته معايا كان ختام ناصع يعني كان جميل يعني بس ثابت مش ثابت مثلا صاحب مصطفى عبده بس يعني كده الباقيين كلهم ناس في اللطيف بس ما يبقاش صاحبك يعني انا كان صاحبنا قوي كان مختار مان حمدي جمعه دول كانوا اللي اصحاب يعني مقرر بعدين الجيل بقى اللي كان اكبر منك شويه جمال جوده الله يرحمه جمال الجندي مجدي عبد الغني بس احنا مش اصحاب قوي بس اكتر واحد كان محتوينا عندكم قنبله محترم لا مدحت اخف دم في العالم بس مدحت كان هو قصته كان مدحت يعني فاهم انا كنا كنا على دراعه يعني فالميزه ان احنا كنا كمان طالعين بقى مع بعض جيل يعني انا مع ربيع ياسين مع علاء مايور مع طاهر ابو زيد عامر كان طيب لا اللي كانوا من فوق يعني خايفين علينا جدا مختار ده الاساس مختار زيزو زيزو من اطيب الناس ومن ابدعهم ومن اوضحهم صدق ما غيرتش لحد دلوقتي هو زيزو اللي انا جيت سنه 77 هو زيزو اللي كان بيكلمني اول امبارح في التليفون هو ما بيتغيرش يعني بعد شويه بقى بدانا بقى نكتشف الجوانب الانسانيه اللي موجوده مثلا عند الخطيبه عند مصطفى عبده يعني بس الحقيقه ما فيهمش حد وحش يعني بمنتهى الامانه ما فيهمش حد وحش يعني انا ممكن اسبق احداث اقول لك الخطيب مثلا انا جيت كنت في كليه شرطه بعد اربع سنين سنه 81 يعني وسبت الكليه فعايز اروح كليه فانا كان تنسيق جاي بقى بعين شمس فرحت قالوا لي الترم خلص فمش لاقي كليه اروحها فقالوا لي عليكم على الخطيب فكلمت الخطيب المصري انا مع التعاون يعني فقال لي تقابلني بكره 7:30 هنا قدام البابا بتاعت النادي الاهلي ف 7:30 الخطيب عمره ما هيجي 7:30 يعني فعرفت انا 8 الا تلت 8 الا ربع فلقيته وقفت العربيه قال لي انت متاخر ليه؟ الخطيب يجي 7:30 قال لي اتعلم تحترم مواعيدك تلتزم ما سابنيش الا لما خلاني ابقى طالب في المعهد الحقيقه ففي حاجات انت بت يعني بعد بالعشره بتشوف مين اللي بيحترم يعني انا لعبت مع حسن حمدي مثلا حسن حمدي كان انا بحب حسن لانه محترم قوي انا شفت كابتن محترم قوي بعد كده مدير كوره المهم ان انا عكس ما الناس متخيله فتره الدروس الطويله دي هي دي اللي فرقت معايا في حياتي لانه كنت بلعب ماتشات 17 19 21 فريق الاول الوديه كلها من اولها لاخرها فانت لو حسبت الماتشات دي مع ماتشات لعبتها رسمي تلاقي مثلا فوق 800 مباراه في حياتي لانه لكن اللي انطلاق الحقيقي يا كابتن كانت في كاس مصر اعتقد انها فاتت 84 84 لما كان المنتخب كان عنده ارتباط او اللعيبه الدوليين ما بتلعبش اعتقد في الفتره دي يعني كان في حاجه ان الكابتن شوبير كان لازم ان يدخل بقى وهو اللي بقى الرابي وسابق الاثنين في المنتخب شوف مسكت الفرصه لا انا هحكيها لك هو كابتن مهري يدي لك دروس ازاي تتعامل مع الناس وده انا طبقته على نفسي لما بقيت اداري بعد كده وده زعل مني الكابتن مهري بعد كده لما بقيت انا هناك بس هتقول انا كنت الحارس الثالث وكان في الاهلي بيلعب مع مولودية الجزائر في الجزائر وانا كان عندي امتحان 12 جنيه في الاخر 3 سنة انا عم صفر ده انا 50 جنيه فالمهم لقيت الكابتن جوهري مصمم ان انا اسافر الجزائر وكل شويه يتصل وشوبير وخلص امتحان ويجي لنا ويحصلنا يعني الراجل مجنون ده ولا ايه ماتش المرضي يعني انت ماتش ماتش صعب جدا والله نزلت المطار لقيت الكابتن جوهري في انتظار قلت له انا هلعب الكوره انا بكره ما فيش فصال يعني انا هحكي لك بس هو بيمهلني ازاي
المهم جت الاول مره غني وتمرينها كويسه ومش عارف ايه، وبعدين جينا في المحاضره هنبدا مش عارف باكرامي اختيار تيشيرت البطل جايبني ليه ده؟ المهم بعدها باسبوع كان عندنا مباراه الاهلي الاولمبي في الدوري، وانا في ساعتها كل ده كنت في امتحانات البكالوريوس بتاع التعاون يعني. فالكابتن جوري قال انا هلاعبك النهارده، كان لسه الدوريين موجودين وكرام موجود وسابق موجود وكده. فيومها كان عندي امتحان فقلت له تمام يا كابتن، قلت هسيب الامتحان عشان العب الماتش، هتلعب ما نقصش الماتش من النادي الاهلي يعني، بعد الفرقه كلها جت لعبت يعني. فالمهم انه جالي حد كده من الجهاز الفني بعد يوم يعني، قال لي تحسين الامتحان عشان تلعب المباراه، قلت له قال لي لا يا راجل ما تعملش كده، قلت له انت هتعوض الماتش ما تعوضش، انا عايز ابقى بين النادي الاهلي. وبالفعل لعبت المباراه كسبنا 3-0، احنا كان بقى لنا الاهلي كان بقى له 7 ماتشات من حسب ما كناش بنكسب يعني، وقعد لي اكرام احتياطي ونزل سخنني في الملعب. فانا ما اعرفش جوارك كان على ايه يعني اللي حضرتك بتقول عليه ده. هما اتفقوا بعد كده ان يستكملوا دوري الدور الدوليين، والاهلي وافق، وكان الزمالك فارق عندنا ب8 نقط، فالمفروض اكرام يساب راح المنتخب، والاثنين اتصابوا، اكرام جات له اصابه في كتفه وسابت جاله كسر في قصبة رجله. فلعبت انا بقى كملت ساعتها، الفرق من 8 نقط بقى نقط واحد، وصلنا المباراه الاخيره مع الزمالك لو كسبنا ناخد الدوري، ما دخلش ولا جون في المباراه الاخيره الزمالك 2-2 نصر ابراهيم ورشي، وبعدين كسبنا الكاس ساعتها مباراه المصري بقى الشهيره. ودي الحقيقه الماتشات سواء كان الدوري او ماتشات الكاس اللي عملت ما بيني وما بين الجمهور محبه وموده وعلاقه طيبه، وبدات الناس تحبني، وبدات الناس يعني تقول في عندنا جول كويس. من السنه اللي بعدها بقى الحقيقه صادفت شويه الحظ انه حصل تغيير مدربين كتير، لما جه دوريفي كان حاببني قوي، وبعدين جه الكابتن سايس، طبعا اكرام وثابت كانت اسماء كبيره، بس كنا بنلعب السنه يعني مثلا الموسم كان بيبقى 22 مباراه، كنت انا بلعب 14 مباراه وهم الاثنين بيلعبوا 10 كده يعني. اكرامي طبعا الاصابه اثرت عليه جدا بدري بدري، فما قدرش يكمل. ثابت اللي كان عنيد الحقيقه، دي من الحاجات اللي مش ان انا اخدتها من ثابت. بقول لك انا بقى ليه اتعلمت من الجهل اللي حصل ده؟ وانا داري كان ابو تريكه بيلعب في الترسانه، ده المنتخب برافو عليك. اول مره هو كان حسن فريد كلمني قال لي عندنا ماتش مهم جدا، ماتش الصعود، والولد ده هو فرقتنا.